ممكن تبين قصتهم قصة من أفلام هوليوود أو قصة خيالية، ولكنها حدثت بالفعل بتايلاند. 18 يوم من الظلام ل 12 تلميذ تتراوح أعمارهم بين 11 و 16 سنة، هن لاعبين فريق كرة قدم ومعهم مدربهم. حوصروا داخل كهف غمرتهم إياه الفيضانات بإقليم تشانغراي من يوم 23 حزيران لغاية 10 تموز 2018. تحمل قصتهم أحداث لا تصدق ومعاني إنسانية عظيمة جعلت العالم بأسره يتكاتف لإنقاذ هؤلاء الأطفال ومدربهم وإخراجهم سالمين. القصة بلشت يوم 23 حزيران الماضي خروج 12 طفل ومدربهم برحلة استكشافية لمجمع كهوف بيوقع بمنطقة جبلية. الصبيان ومدربهم راحوا على المنطقة باستخدام الدراجات الهوائية، فوصلوا على الكهف وقاموا بالتوغل بداخله، ولكن هطول الأمطار الغزيرة جعل من خروجهم أمر مستحيل، فحصرتهم المياه من كل ناحية، وما كان أمامهم سوى الانتظار بمكان حتى انحسار المياه ليتمكنوا من الخروج أو حتى تعثر عليهم فرق الإنقاذ. أهالي الأطفال أبلغوا السلطات باختفائهم، واللي بدورهم بلشوا على الفور بالبحث عنهم عبر تتبع آثارهم. وبعد 10 أيام كاملة أمضاها الأطفال ومدربهم داخل الكهف بلا طعام ولا شراب، عثر عليهم غواصين بريطانيين طوعوا بعملية الإنقاذ. تم العثور أولا على دراجاتهم ومن ثم أحذيتهم وأثار أقدامهم، وبعدها عثروا على الأطفال ومدربهم سالمين متمركزين فوق صخرة للاحتماء من الماء. ولكن المفاجأة الكبيرة كانت بانتظارهم، فبعد دراسة جغرافيا المنطقة اكتشفت فرق الإنقاذ أنه من الصعب بل من المستحيل عملية إنقاذهم، فبتغمر المياه الكهف بصورة خطيرة، كما أنه ممرات الكهف ضيقة وبتحتاج لغواصين محترفين للعبور فيها. عمل المنقذين خط إنقاذ لإيصال من خلاله الغذاء والماء للأطفال، بالإضافة لعبوات الأكسجين لمساعدتهم على التنفس. فكيف تم إنقاذهم؟ بدأ فريق مكون من 100 غواص، نصهم من المتطوعين أجوا من كافة دول العالم للمساعدة بعملية الإنقاذ. خطة الإنقاذ كانت بتقتضي حمل الأطفال على نقالة مزودة بالأكسجين لخارج الكهف باستخدام غواصين محترفين. والجدير بالذكر أنه بيستغرق عبور الكهف 6 ساعات كاملة، وفي خطورة بعبوره فبيحتوي على منحنيات خطيرة وفتحات ضيقة للغاية، بالإضافة لامتلاء أجزاء من الكهف بالوحل والمياه العكرة اللي بتنعدم فيها الرؤية، مما بيجعل الدخول والخروج منه عملية بالغة الخطورة. وبدأت عملية الإنقاذ، وتمكنوا أخيرا من إخراج الأطفال على عدة مراحل. الملياردير الأمريكي المعروف إيلون ماسك، مؤسس ورئيس شركة سبيس أكس الأمريكية، قرر أنه يشارك بعملية الإنقاذ من خلال غواصة صغيرة بحجم الطفل. وخلال تنفيذ عملية الإنقاذ تلقى الفريق صدمة كبيرة بوفاة أحد الغواصين التايلانديين نتيجة نقص الأكسجين داخل الكهف. كل العالم اهتم بقصة هالأطفال، وعملية إنقاذهم باتت ملحمة إنسانية شارك فيها متطوعين من كل أنحاء العالم. عملية إنقاذهم تمت بنجاح وهن بحالة صحية مستقرة، فبحسب الأطباء تجاوزت المجموعة فترة الكهف بشكل جيد جسديا، 3 منهم بس أصيبوا بالتهاب رئوي خفيف، كما أشاد المسؤول الطبي بصحتهم العقلية الجيدة، واللي ساعد بهذا الشيء هو بقاء الفريق معا طوال الوقت. رئيس الفيفا جياني إنفانتينو حاول رفع الروح المعنوية للأطفال ومدربهم عن طريق توجيه لهم دعوة رسمية لحضور المباراة الرسمية لنهائي كأس العالم بروسيا، وأعلن منتجو أفلام بهوليوود عن رغبتهم بإنتاج فيلم عن هذه القصة بما فيهم مايكل سكوت رئيس شركة إنتاج بيور فليكس، تكريما لصديقه الجندي السابق سامان كونان اللي سقط أثناء عمله التطوعي بعملية الإنقاذ، واعتبر أنه هذا مش مجرد فيلم وحسب، بل هو عمل لتكريم كل من ساهم بهذه العملية. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك.